مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع الترجي الرياضي التونسي. وفد الفريق يسافر بعد تقريبا ساعة من توا للمغرب للدار البيضاء في رحلة خاصة لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم نهار الأحد مع 7 متاع العشية في ملعب مركب محمد الخامس. المقابلة هذه وحسب الصحافة المصرية باش تكون بإدارة طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الساحة أمين عمر، وباش يكون موجود في الفار محمود عاشور. بالنسبة لمباراة الإياب مبرمجة نهار 1 نوفمبر في رادس مع الأربعة متاع العشية. بالنسبة للنصف النهائي الثاني من الدوري الإفريقي لكرة القدم بين ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي والأهلي المصري، الذهاب نهار الأحد مع ماضي ساعتين في جنوب إفريقيا، والإياب نهار الأربعة مع 7 متاع العشية بتوقيت تونس في مصر. اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي زبير بيا قام بمبادرة تتمثل في اقتناء 100 اشتراك ووضح على ذمة جماهير النجم في مقر الفريق، مبادرة لتشجيع الجماهير على اقتناء الاشتراكات ودعوة اللاعبين السابقين لمساندة النادي ماديا. رسميا 20 جانفي هو موعد الجلسة العامة الانتخابية للنادي الصفاقسي، وباب الترشحات للجلسة هذه يتحل نهار 20 ديسمبر ويتسكر نهار 5 جانفي. وتعمل كبير في صفوف أحباء النادي الصفاقسي بخصوص الموعد هذا، عديد أحباء النادي الصفاقسي يقولوا أنه الهيئة التسييرية بالموعد هذا تكون تتجاوز مدتها القانونية اللي هي 3 شهور تم تعيينها في سبتمبر. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قرر معاقبة لاعب مستقبل المرسى محمد علي اليعقوبي 3 مقابلات وخطية 5 ملايين بعد إقصائه في مباراة المرسى والمتلوي وسلوكه تجاه حكم المقابلة. تعينات حكم مقابلات الجولة الثامنة من البطولة غدوة ماضي ساعتين ونص في المجموعة الأولى. النجم الساحلي الأولمبي البيجي حكم المقابلة هو أمير العيادي، الملعب التونسي مستقبل سليمان الحكم هو حمزة جعيد. في المجموعة الثانية النادي البنزرتي وجه النادي الصفاقسي، حكم المقابلة هو حسام بولعرس. نهار الأحد يتلعبوا مقابلات الدفعة الثانية من الجولة الثامنة كيف كيف مع ماضي ساعتين ونص، زوز مقابلات. النادي الإفريقي اتحاد بنقردين مقابلة من المجموعة الأولى باش يكون حكم المقابلة هذه هو أحمد الذويدي، وفي المجموعة الثانية اتحاد تطاوين يواجه نجم المتلوي بإدارة الحكم وليد العوني. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بوانات.